أهلا بكم. منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وعمليات التغيير الديمغرافي مستمرة، وقد تختلف أساليبها وأشكالها، إلا أن هدفها ثابت وواضح. فترى تستخدم الحكومات المتعاقبة والميليشيات أسلوب القتل والاعتقالات، وتارة أسلوب التهجير المباشر كما في ناحية جرف الصخر، وتارة أخرى بتنفيذ عمليات عسكرية مفتعلة وتجريف الأراضي أو بحجج إنشاء المشاريع. فتوى الجهاد الكفائي التي جاءت بميليشيا الحشد تولت مهمات تنفيذ عمليات التغيير الديمغرافي بشكل أوسع وبإطار رسمي وبتمويل من الدولة، ولكن يبدو أن القاسم المشترك في كل هذه الأحداث بحسب ما يرى مراقبون هو خدمة الاحتلالين الأمريكي والإيراني بأيادي الحكومات المتعاقبة وأحزابها الفاسدة وأذرعها الميليشياوية. نتساءل في هذه الحلقة من تحت الضوء هذا اليوم عن الأطراف المستفيدة من تغيير التركيبة السكانية واستهداف مدن بعينها، وإلى أي مدى تعتبر فتوى الجهاد الكفائي أداة لتنفيذ مشروع التغيير الديمغرافي في العراق، وأيضا تداعيات الاجتماعية وتداعيات الاقتصادية لاستمرار مشروع التغيير الديمغرافي. هذه المحاور وغيرها مشاهدينا الكرام نضعها اليوم تحت الضوء مع الضيوف الكرام. أرحب بهم عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ عبد القادر النايل. مرحبا بك أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بك وضيوف الكرام ومشاهديكم الأعزاء، حياكم الله. أرحب بيلمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري ضيفي عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذ ضياء. أهلا وسهلا ومرحبا. تصليح، أنا رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وسط أوروبا. رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وسط أوروبا، أهلا بك أستاذ ضياء. وأيضا أرحب بالأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي ضيفي عبر الهاتف. مرحبا بك دكتور هلال. أهلا وسهلا عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك ولضيفيك الكرام ولمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بضيوفي الكرام. قبل البدء مشاهدينا الكرام نشاهد هذا التقرير، كونوا معنا. مسلسل التغيير الديمغرافي في العراق يسير وفق تخطيط ورعاية إيرانية منذ احتلال العراق عام 2003 تنفذه الحكومات المتعاقبة والميليشيات المتنفذة بحجج واهية وأساليب متعددة كتجدد العمليات العسكرية وتجريف الأراضي أو إقامة المشاريع الاستثمارية وإقامة المدن السكنية على حساب تغيير التركيبة السكانية في كثير من المدن مثل بغداد وحزامها والموصل وصلاح الدين وديالى وجرف الصخر التي هجر أهلها منذ سنوات. فالح الفياض رئيس ميليشيا الحشد التي تأسست بفتوى الجهاد الكفائي وبحجة تحرير المدن العراقية، لكنها قتلت وهجرت العراقيين وما تزال تعتقل وتخطف هنا وهناك. يقول رئيس هذه الميليشيات المتنفذة وبكل وقاحة في ذكرى تأسيس ميليشيا الحشد: إن الحشد دافع عن العراق، وإن كل الادعاءات عن سعي الحشد لتغيير ديمغرافي أو طائفي ثبت كذبها. ويقول أيضا: نحن أعداء الطائفية ونشجع على التعايش السلمي بين جميع المكونات. إذن فمن الذي اعتقل وقتل وهجر أهالي جرف الصخر؟ ومن الذي قاد عمليات التغيير الديمغرافي في ديالى وحزام بغداد وصلاح الدين والموصل وغيرها من المدن؟ ومن الذي يعتقل الشباب ويمنع عودة النازحين إلى مدنهم؟ أما بالنسبة للمعتقلين اللي من أبناء السنة، هذول صنفين، هذول قسم منهم هو بعقيدتنا وبشرعنا هذا يستحق القتل، لأن كانوا بقيين معتقل وصالنا وحاكم عيلة أبدا. الأحزاب السياسية الفاسدة استفادت من فتوى الجهاد الكفائي التي صدرت في 13 من حزيران عام 2014 لتشكيل أجنحة عسكرية وانضمامها تحت ميليشيا الحشد لتشريع قانون رسمي لها وتمويلها من ميزانية الدولة. تأسيس ميليشيا الحشد بفتوى الجهاد الكفائي كانت الخطوة الأولى لتأسيس قوات تنافس الجيش في القوة والنفوذ كما هو الحال في الحرس الثوري الإيراني، ولتكون تبعية هذه الميليشيات لإيران التي تسيطر عليها وعلى قياداتها. ومن هنا ثمة أدوار ومهام لميليشيا الحشد لا بد لها من القيام بها، ومنها تنفيذ مخطط التغيير الديمغرافي الذي يخدم المصالح الإيرانية في العراق.
إذن أبدأ معك أستاذ عبد القادر نايل، وموضوع حلقتنا عن التغيير الديموغرافي، مشروع التغيير الديموغرافي الذي بالتأكيد بدأنا نسمع به وبدأنا نرى مؤشراته وآثاره على الأرض بشكل فعلي بعد العام 2003 مباشرة وحتى الآن. يا ترى هل الميليشيات التي تأسست بفتوى الجهاد الكفائي، لا سيما ميليشيات الحشد، هل هي مثل ما يقول فالح الفياض رئيس هيئة الحشد بأنها ليست، أن الحشد ليس بطائفي، وأنهم لا ينفذون مشروع تغيير ديموغرافي كما يقال؟ هذا التصريح إلى أي مدى تراه صحيحا ومقاربا للواقع؟ بدءا ونحن لازلنا في عيد الأضحى، عيد مبارك عليكم وعلى كادر قناة الرافدين وعلى ضيفيك الكرام، ومن خلال قناتكم العزيزة يعني مبارك للعراقيين عيدهم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعيد الأضحى والأعياد القادمة، والعراقيون قد استقروا وهنأوا بالعيش الرغيد، وقد أزيحت عليهم آلة الحرب وتلك المجاميع الإرهابية المسلحة من على رقابهم. إذا ما نظرنا بنظرة فاحصة حقيقية لتصريحات فالح الفياض، فإننا نجد أن هذا الشخص كان منذ عام 2005 و2004 يزور بعض المراجع الدينية في النجف من أجل استحصال فتوى، وهو يفتي لنفسه بقتل العراقيين السنة لأنهم يقاومون الاحتلال، وأن هؤلاء في عقيدة فالح الفياض دمهم حلال. فبالتالي الذي ينتهج وتلطخ يداه بدماء العراقيين وينتهك حقوق الإنسان، فهذه حقيقة تصريحات يراد من خلال شعار اكذب اكذب حتى يصدقك الناس. لا يمكن للعراقيين أن يصدقون أن هذه الميليشيات، ميليشيات الحشد الشعبي وما فعلته بالعراقيين منذ عام 2003 إلى أن عزز وجودها وأدخل فيها متطوعين بالآلاف من خلال فتوى السيستاني فيها، وعزز من قوتها، هي تمارس التغيير الديموغرافي في العراق والتهجير القسري بشكل واضح وصريح. أليس هؤلاء ذاتهم الذي كان جزءا لا يتجزأ منهم فالح الفياض كميليشيات بدر وغيرها من الميليشيات في عام 2005 استولت على منازل المسيحيين في بغداد، نتكلم عن 3000 عقار، وطردتهم من بغداد وهجرتهم إلى خارج العراق؟ أليس هؤلاء من قتل على الطائفية بشكل كبير؟ يعني نحن اليوم نتذكر حقيقة بشكل واضح وصريح، وفي أيام العيد نتذكر في هذا التاريخ كيف استطاعت العصائب أن تخطف 3 منشآت محملة بعراقيين من الأنبار وسامراء من جراج العلاوي، وهل يوم ذكراها من عام 2006 في نفس التاريخ، وقتلتهم شر قتلة بطريقة طائفية. فبالتالي هؤلاء هم يسعون، لأنه أصل العملية السياسية بنيت على التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي، وإيران استطاعت أن تستفيد من هذه القضية، لأن الأمريكان عند احتلالهم كانوا يريدون، عندما قسموا الشعب العراقي إلى كونتورات طائفية مقيتة من خلال مجلس الحكم، ووزعوا نسب هي ليست موجودة على الواقع الاجتماعي، إنما نسب سياسية يراد من خلالها حقيقة السعي وإعطاء رغبة لبعض الأطراف الذي يدعون تمثيل أيضا مكونات أخرى كالمكون الشيعي العزيز، هؤلاء الذين حقيقة أرادوا أيضا أن يغيروا ديموغرافيا لصالح إيران. وبالتالي نحن في حرب الاستيطان، وهي أخطر أنواع الاحتلال، وهذا الحرب تستفاد منه التمدد الإيراني. وقد قالها وزيرهم الجديد في زيارته لبغداد قبل عدة أيام، قال إننا نختلف مع أمريكا على المصلحة التي أعطيت لنا والآن يحاولون أخذها منا، بما معنى أن خلافاتهم على تمددهم داخل العراق والمنطقة، وبالتالي إذن هناك اتفاقيات لهذا التهجير الطائفي والتغيير الديموغرافي. ولذلك ما شهدته حزام بغداد ضد المكون السني الكبير في بغداد، واضح هذا التهجير بدأ من 2003 و4
واشتعلت نيرانه في 2006 ثم استمر. يعني لذلك حقيقة يعني آخر الاعترافات لفخري مستشار طالباني قال المالكي يتكلم قبل سقوط الموصل بسنتين أو 3 سنوات في بداية ولايته الثانية، يتكلم يقول للأسف أن الموصل سنة. إذن هؤلاء مكونين بل جيء بهم لأنهم طائفيين ولأنهم ينتهكون حقوق الإنسان، وإلا في أي دور أو أي دولة أو أي عصر يتم انتهاكات حقوق الإنسان بهذه القضية والعالم يصمت، منظمات الدولية تصمت على انتهاكات حقوق الإنسان، لأن هناك فيتو أمريكي بعدم البحث على هذه القضية لإعطاء هؤلاء الضوء الأحمر أو الضوء الأخضر. ما حصل في العراق حقيقة يندى له جبين الإنسانية، ولم يحدث إلا في محاكم التفتيش عندما الملك الإسباني في 1800 في إبليب عندما أعطى جائزة لكل من يأتي برأس مسلم، حتى قتل آنذاك يعني أكثر من 6000 مسلم في يوم واحد. بالضبط ما حدث الآن هو يحدث كمحاكم التفتيش من خلال عمليات الإرهاب الممنهج، اعتقالات، تهديد العوائل، هجرته خارج العراق، أخذ مناطقهم. نتكلم اليوم عن 50 مدينة عراقية لأنهم سنة جرى من أخذتها هذه الميليشيات وأصبحت منزوعة السكان. فإذا هذه الميليشيات الذي يقودها فالح الفياض وعززتها فتوى النجف في إدخال عناصر فيها، وقد استغلوا أيضا ذلك ودعم حكومي بأموال وسيارات وغطاء قضائي بعدم محاسبة هؤلاء الإرهابيين المجرمين، كله حقيقة ساهم في عمليات التغيير الكبير الواسعة في العراق. وبالتالي إذا يتكلم فالح الفياض على أنه الحشد ليس طائفيا، فالحشد ملطخ يداه أقل تقدير بدماء العراقيين. هذه ثورة تشرين قتلوا منها 1000 وجرحوا أكثر من 20,000 بعاهات مستديمة لأنهم تظاهروا سلميا وطالبوا بحقوق العراقيين جميعا. إذن ما يحدث حقيقة هي جريمة مركبة كبيرة من خلال أن هؤلاء يسعون إلى نفخ سموم الطائفية النتنة التي يكرهها العراقيون ويرفضها كل العراقيين وقد ألقوها خلف ظهورهم، لكن مجددا هؤلاء لن يستطيعوا العيش بدون طائفيتهم المقيتة كالسمكة التي لإن خرجت من الماء ماتت. فلذلك حقيقة يريدون إبقاء العراق ضمن بؤرة الطائفية وعدم الاستقرار لصالح أهداف إيرانية ولصالحهم أيضا في بقائهم بالحكم. نعم، ابقى معي أستاذ عبد القادر، أنا سوف أعود إليك مرة أخرى. دكتور ضياء الشمري، أستاذ ضياء رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وسط أوروبا، أستاذ ضياء فيما يتعلق بموضوع كيف تنظر الدول الأوروبية إلى ما يجري في العراق. العراق بعد احتلاله كان الحديث قبل 2003 أنه سيكون أنموذجا يحتذى به بين الدول، وإذا به أنموذج لاختلاق الحروب الداخلية وصناعة الأعداء من الداخل والزج بالشباب إلى محارق، إلى حروب تحرق أجسادهم، وإلى لهيب من الطائفية وزعماء يتحدثون بطائفية ويدعون أنهم ليسوا بطائفيين، وميليشيات تتشكل بفتاوى لضرب مدن بعينها. الدول الأوروبية عندما تنظر إلى حال العراق إلى أي مدى ترى أنها تنظر بعين أهداف للتغيير الديموغرافي لابد أن تتم تحت أنظار العالم وهذا الصمت الدولي؟ نعم، تحياتي للجميع وتحياتي للضيوف الكرام وكل المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير أستاذ. الأمر الحقيقي أنه الولايات المتحدة الأمريكية حينما أتت بهذا البرنامج وصرحت أنه راح تجعل العراق بلدا ديمقراطيا، بلدا متعدد، بلدا يعني ممكن يعتبر مثلا إلى منطقة الشرق الأوسط حسب ما ادعوه، ولكن نظرة الدول الأوروبية إذا نتكلم على مشكلة الدول أو الشعب، الشعب راح عرف الولايات المتحدة الأمريكية أنه دولة كاذبة ودولة لها برنامجها المعين باستثمار كل ما يمكن استثماره لصالح مصالحها الخاصة
وهذه هو هذا السبب الوحيد الذي أتوا به العراق، أتوا للعراق لتمزيق المنطقة بأكملها. وإحنا نشعر ونعرف تماما ما حدث بعد تدمير العراق، ما حدث ببقية البلدان العربية مثل سوريا ولبنان وليبيا واليمن، وبالوقت الحاضر أيضا في السودان. إذن العملية الولايات المتحدة الأمريكية من ترفع شعار حقوق الإنسان وشعار الديمقراطية، نحن نرى أيضا ماذا يحدث الآن في فلسطين وغزة. الدول الأوروبية تعي وعيا كاملا بالتبديل الديمغرافي، التبديل الديمغرافي الذي حصل في زمن ستالين لحد الآن هنالك مشاكل كبيرة بين هذه الدول ومتناحرة فيما بينها حسب التبديل الديمغرافي الذي حدث. والحرب الأوكرانية أخي العزيز، حرب الأوكرانية هي أيضا للتبديل الديمغرافي الذي حدث في زمن غورباتشوف. وغورباتشوف احنا نعرف جيدا انه هو كان من اوكرانيا، كان ذاك الوقت الاتحاد السوفيتي واخذ جزيره القرن، ولحد الان المعارك داميه حسب ما تدعي هذه الروس. يقولون هذه المناطق هي تابعه لنا في زمن قبل هذا الزمن الذي حدث في زمن غورباتشوف. اذا هنالك تناحر لحد هذه اللحظه على هذه الاماكن. اذا العملية مستمرة حينما يأتون الناس ويجلبون الناس من إيران ومناطق أخرى من أفغانستان وباكستان ويسكنوهم في العراق، وحدث في العراق في المناطق كاملة، ليست في المناطق السنية فقط، وإنما حدث في العمارة أيضا وحدث في البصرة أيضا. يعني هذه المناطق التي حدث بها التبديل الديمغرافي هنالك برنامج معين، والمستفيد الوحيد في هذه المنطقة هم إيران بالوقت الحاضر مستفادة، بس فائدة الولايات المتحدة الأمريكية أنه تبقى هذا البلد متناحر ومتخالف فيما بينه، لأنه دخول للعراق إلا من الناحية الطائفية، ونجحوا بعض ما في هذه البرنامج الطائفي الذي بدأ في العراق وبدأ في مناطق الموصل وفي تكريت وفي الرمادي. يعني حتى التصريحات من المسؤولين العراقيين بأنه هؤلاء سنة، مع الأسف هؤلاء سنة، يعني ماذا يقصد بها؟ يقصد فيها أنه هذه الطائفة لا يجب عليها أن لا تكون هنالك. ولكن في المناطق العمارة مناطق شيعية يستعملون بنفس الصيغة ولكن بصيغة أخرى، يعني بأسلوب آخر عن الأسلوب الذي يستعملوه في المناطق الشمالية والمناطق السنية. إذن هنالك برنامج معين، ويترأس هذا البرنامج هو الحشد الشعبي، وفالح الفياض سيد فالح الفياض هو مسؤول عن هذه العمليات الإجرامية التي تقوم بها الحكومة العراقية ويقوم بها الحشد الشعبي المبارك من قبل المرجعيات الدينية. وهذه المباركة هي لصالح إيران وصالح دول الجوار المعادية للعرب. احنا نتكلم بصيغة لأنه العراق بلد عربي معروف من 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 من, من قرون، ولهذا السبب هم أتوا لهذه المنطقة، وأتوا لهذه المنطقة بأسلوب طائفي بالعلن، أسلوب طائفي، بس في الداخل هو أسلوب فارسي، أسلوب توغل في المجتمع العراقي، ودخلوا حتى في مناطق أخرى ليست في مناطق المحاذية، وإنما في حزام بغداد، عندك جرف الصخر، عندك كربلاء والنجف، منطقة الأزرق اللي هي عشائر عربية أصيلة، قتلوا من عندهم بكثير من الناس بحجة ذول إرهابيين وبحجة الإرهاب. هم يطلقون على كل من لا يقبل بالعملية السياسية، كل من لا يقبل بهذا البرنامج الطائفي الذي وصل إلى هذه الحد. هنالك انتهاكات لحقوق الإنسان في الجنوب وفي كل مناطق العراق، هناك انتهاكات، لكن هذه الانتهاكات انتهاكات دائما يخلون مشكلة الإرهاب الداعشي اللي حسب ما سموه هم الدولة الإسلامية، هذا كان إرهاب، وتمكنوا من القضاء على شعب كثير من الناس اللي عايشين في هذه المناطق. لحد الآن احنا عندنا مفقودين فقط في المناطق الشمالية او مثل ما يسمونه المثلث السني 37 ألف مفقود في العراق بهذه المنطقة. لحد الآن أهاليهم لا
لا يتمكنوا من الوصول إلى معرفة هل هذا موجود، هل هو هذا حي. ولهذه السبب هذه العمليات هذه لا. العمليات التي تجري ضد حقوق الإنسان ليست بصيغة طائفية حسب ما يدعون، والشعار الذي يطلقونه طائفيين. العراق لم يكن طائفيا أبدا في كل العصور، كانوا الشيعة والسنة متعايشين، وحتى بقية الأديان الأقليات الموجودة عندنا مثل المسيحيين والصابئة وإلى آخره، حتى اليزيديين. أخي اليزيديين هجروا من مناطقهم بالوقت الحاضر، ولا يتمكن اليزيدي من العودة إلى سنجار إلى منطقة سكنه، وسكنوا في هذه المناطق أكراد من تركيا وأكراد من سوريا. إذن هنالك برنامج لتدمير اللحمة الاجتماعية العراقية في كل مناطق العراق. نعم صديق، هذا البرنامج طبعا على مدى أكثر من 20 عاما، برنامج أو مشروع التغيير الديموغرافي الذي يدعم الطائفية، والطائفية نقيض الوطنية. الوطنية عندما يشعر المواطن العراقي بأنه ينتمي إلى هذا البلد وعليه الدفاع عنه، وقبل الدفاع عنه حاصل على جميع حقوقه كمواطن عراقي، ولا يزج به في حروب من أجل مصالح دول إقليمية، بل الشاب يعمل في القطاعات الخدمية وفي الصناعة وفي الزراعة وفرص العمل، ويحصل على جميع حقوقه ولا يستغل من أجل تحقيق مآرب وأهداف إقليمية باسم الطائفية. طبعا هذا يعني رأي الكثير من المراقبين وحتى المتخصصين في مجال العلوم النفسية، في تأثيرات النفسية لتأثيرات عدم الشعور بالانتماء للبلد. ولكن تنمية الشعور بالانتماء للطائفة لها مخاطرها، وبالتالي ما نراه الآن في العراق الآن بعد 20 سنة من الضرب على الحديد، فك هذا التلاحم الاجتماعي، تم تفكيكه من خلال مدن مدمرة إلى الآن لم تعمر، من خلال مخيمات نازحين مهدد أهلها بأنهم مجرمون وفي أي لحظة يقتلون يعني. ولكن العالم ينظر إلى ما يجري في العراق وصامت، ولا يستطيع أن ينبس ببنت شفة تجاه الإرادة الأمريكية. دكتور هلال، لماذا برأيك يعني الآن مشروع التغيير الديموغرافي، هناك فتاوى بالطائفية السياسية تصدرها الطائفية السياسية المتصدرة العراق، المتصدرة في كل الصناعات العراقية الطائفية السياسية، تصدر هذه الفتاوى، من وجهة نظرك كيف تنظر إلى المراحل الحالية من مراحل التغيير الديموغرافي في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفيك الكرام ولمشاهدي قناة الرافدين ولأهلنا في العراق. حقيقة كما تفضل ضيفيك الكريمين، المشروع مشروع أمريكي إيراني مشترك متفق عليه منذ مؤتمر لندن بال 2002، ومخطط له من قبل الولايات المتحدة الأمريكية منذ زمن طويل. ولنرجع قليلا إلى مؤتمر إلى تصريحات أو مشروع ما يسمى كيسنجر بال 74، هو نظرية احتواء العراق وإيران، وهذا الاحتواء المزدوج الذي خططت له الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام العناصر التي تنتمي إليها وتقاد بمشروع اللعين الذي عزز هذا المشروع مجيء خميني عام 1979. إذا المشروع الطائفي الذي يبدأ من إيران والعراق هو المشروع الأمريكي الذي يسمى الفوضى الخلاقة، التي أتت بها الولايات المتحدة الأمريكية وأعدت لها عدتها من خلال الأحزاب الإيرانية التي سلمتها أمور العراق قبل دخول الجيش الأمريكي المحتل للعراق. الآن حقيقة الأمر في واقع العراق والمواطن العراقي كيف يشعر؟ المواطن العراقي هو مستهدف من العناصر الإيرانية التي تخدم هذا المشروع خدمة واضحة ومستفيدة منه، لأنه إيران لديها حقيقة احتلت العراق 11 قرنا، انتهت الاحتلال الفارسي للعراق في معركة القادسية في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام 16 للهجرة إلى 21 للهجرة،
وبعد معركة نهاوند انتهى الحكم الفارسي لمدة 11 قرن. فبالتالي الآن إيران تجد فرصة من خلال التعاون الأمريكي ومن خلال النفس الأمريكي الذي يرمي بالأساس إلى تدمير المنطقة ومشروع الشرق الأوسط الكبير الذي أتوا به ونادوا به مفتاحه من العراق. المواطن العراقي الآن يواجه ليس تغييرا ديموغرافيا مبني على الطائفية الحقيقية، يعني أنا لما أتكلم عن المشروع الطائفي الإيراني، إيران ليس لها مذهبية، إيران لمشروعها قومي، فبالتالي كل هذه المسميات تتغير حسب المناطق المستهدفة. يعني عندما تستهدف مناطق في جنوب العراق تستهدفها باسم هؤلاء بعثية، هؤلاء قومية، هؤلاء أتباع النظام السابق وما ذلك، وقتلت من قتلت وشربت الكريم إلى مذبحة الزرقاء الذي قاد المالك في وقتها وفي عياد الزمن الساوي، وقالوا أن هؤلاء إرهابيين واتهموهم بشتى الاتهامات لأنهم رفضوا التواجد الإيراني والأسلوب الإيراني في المناطق. التغيير الديموغرافي ليس على العرب السنة تحديدا، العرب السنة هم الحقيقة الهدف المعلن، لكن الهدف الحقيقي وكل عراقي ينتمي للعراق يجب أن ينسب هذا الانتماء بشكل أو بآخر. وما توطين أكثر من 5 مليون إيراني وباكستاني في الهندي وما أعرفه ومن جنسيات أخرى، وهذا الكلام ليس سرا وليس ليس المفروض أنه يعرفه كل عراقي. مناخ الجنسية العراقية، وهناك حقيقة كثير من القرائن التي تشير إلى، إضافة إلى أن الأدوات التي أتت بها أمريكا ودعمتها دعما مباشرا وهي الأحزاب والميليشيات التي أنشئت وأسست في إيران وكانت تقاتل مع الجيش الإيراني في حرب 8 سنوات ضد إيران، وولائهم المطلق لإيران. يعني عندما أحمل السلاح دفاعا عن من؟ انتمائي لذلك البلد الذي أحمل السلاح. الآن من يحكم العراق؟ ونتذكر جيدا ما قاله المالكي في البداية، قال إن أهل السنة أمامهم 3 خيارات، سيكون يوجه لهم أما السجون وأما القتل وأما التهجير وأما الإذلال، وهذا واضح جدا. وتصريحاته بشأن المحافظات السنية والمشروع السني واضح جدا، ومشروع تصريحاته التي أدلى بها كريم مؤخرا أنه هذا الموصل يجب أن تذهب إلى تضم إلى إقليم كردستان، وأنهم بأنهم سنة وقوميين وبعثيين وما إلى ذلك. وله تصريح آخر قال سوف نقتل منهم من نقتل ونهجر من نهجر. إضافة إلى هذا الكلام، عندما أتوا بمشروع ما يسمى الميليشيات دولة العراق الإسلامية التي أسست وأنشئت إيرانيا أمريكيا وبساعدة النظام السوري، أولا للتركيز على مناطق الثائرة ضد الوجود الإيراني في العراق وضد المشروع الطائفي في العراق الذي قامت به المحافظات المنتفضة بأجمعها، وبالتالي الستة كما يسموها. والأمريكان عندما كانوا يسمون هذه المناطق التي قادت المقاومة ضد الاحتلال الأمريكي كانوا يسمونها المثلث السني، والفتوى التي أسست لهذا العشر هي فتوى طائفية بامتياز، لأنه لو كان الأمر الأمر من هذا الباب، لو كان الأمر هو مدافعة عن العراق لكان الأولى أن يصدر السيستاني فتوى بمقاتلة الأمريكان وليس العكس. إذا هذه الفتوى هي كانت مهيئة لأوحد عناصر المشروع الإيراني القومي الإيراني بشكل واضح. طيب. والمهجرين ومن هذه المناطق لحد الآن، والذي يتكلم عن أنه المشروع أن الحشد ليس طائفيا، الطائفية سلاح عندما تقترب الانتخابات يتم الشحن الطائفي لأغراض سياسية، لأن هذه الأحزاب التي أتت إلى العراق ليس لها مشروع، ليس لها طعام تتغذى منه إلا على الطائفية، وإلا ماذا حصل في العمارة والناصرية والديوانية والسماوة وفي النجف وفي ثور التشرين؟ من قتل هؤلاء؟ طيب. إذن هؤلاء هم كثير من الدول السنة. نعم دكتور، ابقى معي لو سمحت، سوف أعود إليكم مرة أخرى. أستاذ عبد القادر النايل، هناك دول خاضت حروبا كبيرة
في الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، وخرجت مدمرة بالكامل، ولكن الآن يشار لها بالبنان، يشار لها بالتطور العلمي والتقني والاقتصادي كألمانيا كاليابان يعني. وانظر ماذا فعل بهذه الدول في الحرب العالمية الثانية، ضربت بالنووي ودمرت تدميرا شاملا وإلى آخره، والتاريخ يشهد. يعني البعض يقول، طبعا يستشهد بآية قرآنية، أنه لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية القرآنية هي بحسب ما يرى المتخصصون أنها شاملة لكل البشر، وليس لفئة دون أخرى أو لدين أو لقومية دون أخرى. في العراق، ألا ترى أن العراق بيئة نمت فيها طفيليات وبكتيريا زعماء الأحزاب وزعماء الميليشيات، وهي صالحة لنماء هذه البكتيريا، ولكنها غير صالحة لأن تنمو في اليابان مثلا أو أن تنمو في ألمانيا؟ يعني بالتأكيد الدول تتعرض إلى نكبات وتنهض بإرادة شعبها، والدول التي أشرت إليها هي دول لم يصنع لها أناس يمتهنون القتل والتدمير والاسترزاق والعمال للخارج، إنما الشعوب اليابانية والألمانية حررت القيود من الاحتلال ولم يتدخلوا، وبالتالي صنعوا إرادتهم بنفسهم. لو ترك المجال للعراقيين، أنا أقول لك العراق ينهض بإطار قوي، لكنهم يعلمون تماما، طبعا مع الفارق، أنه تلك الدول كاليابان وألمانيا لماذا تركوا شعوبهم، من يصنع قادة ومن يصنع عملية سياسية ومن يصنع إدارة لبناء الدولة من جديد والنهوض؟ لأنهم حقيقة لا يشكلون خطرا على مشاريع في المنطقة. المنطقة لدينا مشاريع خبيثة، هذه المشاريع الخبيثة حقيقة تتعلق بأولا عدم وجود العراق قويا، ولذلك صنعت عملية سياسية على مقاسات الاحتلال، ويدافعون هؤلاء كذبا وزورا عليها بأنها عملية سياسية ديمقراطية مستقلة من الشعب العراقي تعتمد على الانتخابات، وهذه أكبر أكذوبة. يعني إلى الآن النسب التي وضعها بول بريمر هي التي يتحكم بها، بل اختيار الشخصيات لا تتم إلا بموافقة أمريكا وبالتالي شراكة إيران. يعني لذلك حقيقة قبل أن تكملوا أستاذ عبد القادر، فقط في نقطة للتوضيح، يعني في أي بلد من البلدان عبر التاريخ المقاومة ضد الاحتلال تتهم بالإرهاب؟ هذا لا يوجد فقط في العراق. لا فقط، لأنه المرتزقة الذين جاءوا بالتأكيد جاءوا ضد، والضد النوعي لا يريد للآخر أن يكون موجودا، فبالتالي هؤلاء وجودهم لإلغاء إرادة الشعب، ولذلك يتهمون مقاومة العراقيين للولايات المتحدة بأنها إرهاب، مع أنها أسرع مقاومة في العصر الحديث، وأنها أثخنت الجراح في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح وأصبحت قوة حقيقية. فبالتالي لا يريدون أن يكون تطلع للشعب العراقي، فلا المقاومة يريدونها ولا العراقيين أن ينبثق منهم شخصيات نزيهة لقيادة المشروع السياسي، ولذلك لم تسمح الولايات المتحدة الأمريكية بقبول أي رأي آخر غير هؤلاء الذين جاءت بهم. عندما نقول جاءت بهم على الدبابة الأمريكية، فهي بالتأكيد جلبتهم إلى الداخل العراقي. هؤلاء امتهنوا، واعترافات ليست بعيدة، عزة الشابندر يقول كنا نقف على وجبة الطعام أو على المبلغ المالي لصالح إيران، ونحن نقاتل معهم في الحرب العراقية الإيرانية ونقدم لهم المعلومات عن العراق، نقف حقيقة أذلاء حتى يمكن إعطائنا يعني وجبة تموينية غذائية أو مبلغ مالي بسيط زهيد. وبالتالي هذا هؤلاء الذين يعني وصلوا إلى مرحلة العمالة بهذه الطريقة لا يمكن أن يكونون أسياد ليحكموا. فلذلك الولايات المتحدة الأمريكية وقوى الاحتلال كانت تخبر هؤلاء، ولذلك جاءت بهم، لم تأتي. الآن أتحدى أحد يقول لي تغيرت المعادلة منذ 2003 إلى الآن بشأن الأحزاب السياسية، حزب الدعوة
هو الذي يمتلك الدولة العميقة. تغيرت الأسماء لكن بقى المجلس الأعلى الذي تابع لأسرة الحكيم له حصة سياسية سواء انتخبه الناس أو لم ينتخبه، وبقية الأحزاب الأخرى السياسية والميليشيات التي دخلت في العراق. هل يمكن لأحد أن يقول أن هؤلاء جرى تغييرهم؟ تتغير الأسماء أو يزجون شخصيات يعني من الخط الأول والثاني والثالث غير معروفة للعراقيين، وبالتالي يقولون أن الوجوه تبدلت. النسب هي النسب في العملية السياسية، لم تتغير نسبة المكون الشيعي ونسبة المكون السني، نسبة المكون الكردي، نسبة الأقليات. هل تغيرت؟ هل غيرت الانتخابات مجرى هذه الأحداث؟ الجواب كلا. لذلك هم صنعوا على العراقيين آلة دمار. لماذا لا يريدون العراق أن ينهض كألمانيا اليابان أو يتركون الشعب العراقي؟ هو سينهض، لأن هناك أيضا آخر يتعلق بمشروع الشرق الأوسط الجديد وقيام الدولة الصهيونية كيان الإسرائيلي في فلسطين. لذلك هم لا يريدون العراق أن ينهض أو أن يبناه أبناءه لينهضوا. لذلك حقيقة هكذا هم يريدون أن يضعوا العراق في هذه البؤرة، في استمرار الصراع داخل العراق. وبالتالي استمرار الصراع يأتي من طريقين، من طريق المذهبية والطائفية، وإلا فإن العراقيين حقيقة لا يأبهون لهؤلاء مطلقا. إلى هذه اللحظة ترى أن هناك بما يسمى مجزرة سبايكر التي راح ضحيتها مغدورين ظلما وزورا، لكن إلى الآن يغيبون القضية، يأتون بناس مرتزقة ليشتمون أهالي صلاح الدين الكرام أو عشائرهم عبر الفضائيات الميليشياوية فقط. البعض، نعم سعب قادر، البعض يصف زعماء الميليشيات وزعماء الأحزاب والحكومات المتعاقبة، ويصف يعني كل من جاء بعد عام 2003 بغض النظر عن ما قبل 2003، يعني من الشعب من يصفهم بالتفاهة والسخف والجهل والتخلف. يعني عندما يعيدون يعني حالات، أو يعيدون دائما مآسي حصلت قبل في 2014 ويعاد تدويرها كل مرة، بدل التركيز على موضوع التطوير، التركيز على موضوع إيجاد بدائل اقتصادية غير النفط، تطوير المهارات، تطوير القدرات لدى الشباب، التركيز على موضوع أنه كيف نقتدي بدولة من دول أوروبا لكي ننهض بمستوى الدخل للمواطن العراقي، كيف نصلح الكهرباء ولا تعطل. يعيشون الشعب في حر وفي فقر وفي ضيم، ويصدرون الفاشينستات، ويصدرون الشرائح المتخلفة الجاهلة في المجتمع، ويصدرونهم إلى الأمان، وهم يتحدثون بطائفية لكي يظل هذا الشحن الطائفي وهذا الجهل وهذا التخلف، ليظل العراق في تراجع 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 مستمر. اسمح لي أستاذ عبد القادر أن أنتقل للأستاذ ضياء الشمري. أستاذ ضياء، أكيد هناك تداعيات اجتماعية لبقاء نظام المحاصصة الذي لا يركز مثلا على الميزان التجاري ومستوى الدخل للمواطن العراقي ومؤشرات تطور المهارات لدى الشباب. يعني كيف لنظام يعتمد على الطائفية والمحاصصة، نظام جاهل، نظام تافه، نظام سخيف، أن لا تكون هناك تداعيات اجتماعية؟ أكيد هناك تداعيات اجتماعية، يعني نتحدث الآن عن مخيمات نازحين، نتحدث عن مدن مدمرة، نتحدث عن اقتصاد منهار. ما الذي سيراه العراقيون مستقبلا إذن؟ الفقرات اللي ذكرت حضرتك اكو فقرة مهمة احنا قاعد يعني ننساها او هي دائما في بالنا بس بعض الاحيان لا نذكرها، هي مسألة المواطنة. المواطنة في العراق هي لا توجد مواطنة، لانهم كيف انا اكون مواطن صالح اذا كانت هذا النظام وهذا الدستور يفرق ليست على اساس المؤهلات وانما على اساس المرجعية مالتي او الى من انتمي. وهذه المحاصصة الطائفية التي وجدت في العراق هي لتدمير الشعب العراقي، لأنه هنالك أنا ما يهمني من هو اللي يحكم العراق، إذا كان شيعي وإذا كان كردي وإذا كان سني. أنا المهم أنه هذا الكادر، كادر الدولة يجب أن يكون على وعي ويعي ماذا يحتاج المواطن العراقي.
المواطن العراقي لا توجد له حقوق كعراقي في بلده. هنالك شرائح كثيرة في هذا المجتمع دخلوا من خارج العراق وهم ليست بعراقيين ويتحكمون في العراق وهم مترأسين هذه الدولة ويحكمون بهذه الدولة ويمثلون دولة العراق. يعني مع الأسف أنا ما عندي شيء مع أي شريحة من شرائح المجتمع العراقي. من رئيس الدولة يذهب إلى الدول الأوروبية ويتكلم اللغة الكردية فقط، يعني معناتها هل هو هذا بلد؟ إلى من أنتمي أنا؟ أنا كمواطن عراقي أنا يهمني أنا عراقيتي، يهمني كمواطن عراقي أعيش في هذا البلد، كيف تنتهكون حقوقي وحقوقي موجودة ومثبتة حسب ما بالدستور الموجودة، كيف تنتهكون هذه الحقوق؟ من أباح لكم انتهاك هذا الحقوق إلا بهذا الدستور، دستور بريمر الذي وضعه الصهاينة وليست العراقيين؟ الصهاينة والإيرانيين احنا قاعد نفرق بينهم. أنا لا أفرق بين الفرس والإيرانيين حقيقة، لأن هنالك برنامج معين بتدمير هذه المنطقة، لأنه العراق احنا نعرف العراق هو العمود الفقري للأمة العربية أو للمنطقة كاملة. حينما انهار العراق احنا رأينا كيف حدث في منطقة الشرق الأوسط، وكيف صارت الشرذمة في منطقة الشرق الأوسط، وكيف بدأت الانتهاك لحقوق الإنسان في كل المنطقة. إذا هنالك انتهاكات وهذه لا يمكن أن ينهض العراق بهذا الدستور الذي وضعه بريمر والصهاينة، وهذا الدستور الذي أتى بعراقيين ليست بعراقيين ولا ينتمون للشعب العراقي وإنما ينتمون إلى أجندة أخرى يمتلكونها قبل دخولهم إلى العراق، وهم باعوا ضمائرهم لهذه الجهات وهذه الجهات هي التي تتحكم بها. أنا لا أريد أن أذكر أمثلة ماذا كانوا يعملون في أوروبا ومن نزحوا من إيران ودخلوا إلى 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 أوروبا كلاجئين. أنا أعرف الكثير منهم اللي هم عندهم مناصب حساسة في الدولة بالوقت الحاضر، وهذه المناصب الحساسة في الدولة هو حاقد على هذا الشعب، هو لازم معول بتدمير البنية التحتية العراقية بالبنية الاجتماعية العراقية. هنالك دخلت عادات وتقاليد لا يعرفها الشعب العراقي لا في المناطق الجنوبية ولا في المناطق الشمالية، قصدي لا في المناطق السنية ولا في المناطق الشيعية. دخلت عادات وتقاليد ومع الأسف تتبنى هذه هي المرجعيات الموجودة التي كلها تابعة إلى 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 إيران. شكرا أستاذ ضياء. دكتور هلال، أخيرا نتحدث عن طبعا مشروع التغيير الديموغرافي له تداعيات ويخفي وراءه ما وراءه، يخفي وراءه الكثير من الأمور، الاستحواذ على ثروات العراقيين، على البساتين، على الأراضي الزراعية، على الأموال، الاستحواذ على يعني الاستيلاء على كل شيء يعود إلى المناطق بعينها. يعني هنا مثلا المناطق المدمرة ظلت مدمرة ويتم أو تتم عمليات يعني الاستيلاء على أراضي في حزام بغداد، وحزام بغداد إلى الآن مستهدف. يا ترى عندما نتحدث عن التداعيات الاجتماعية لسنا ببعيدين عما يجري في العراق، ولكن لنتحدث عن المستفيد من الاستيلاء على الأراضي التابعة إلى مناطق بعينها. المشروع الإيراني له مراحل، وأنا تحدثنا في برنامج سابق أن المشروع الإيراني في العراق يعتمد ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي استباحة مناطق المكون السني، ومن ثم إذا ما تمت السيطرة عليها بشكل أو بآخر أو شعروا بأنها أصبحت ضمن الإمكانية أن تضم بشكل أو بآخر إلى المشروع الإيراني، ويجي أشخاص يبيعون ضمائرهم بهذا النظام لكي يمنحوا مناصب أو مكاسب في هذه الحكومة، وهذا واضح. المرحلة الثانية هي مرحلة زعزعة الأمن القومي في جنوب العراق من خلال المشروع القومي الفارسي. الآن المشروع الفارسي ألبس لباس المذهبية لكي تكون أكثر قبولا، وإلا عندما وعى الشعب العراقي أن الإيرانيين ليس لهم عقيدة مذهبية محددة ظهرت تتوات تشرين من الجنوب. وماذا فعلت إيران وأدرك إيران بهم كما تفضل من ضيفيك الكريمين؟
إذا المستفيد هو من هذا المشروع هو المشروع هم الكرسك والأمريكان. الأمريكان لديهم عداء ود عنصرين أساسيين في المنطقة وهو العروبة والإسلام، وإيران تمتلك نفس هذا العداء للعروبة والإسلام، والصهاينة أسسوا لانتزاع هذين الاسمين أو هذه العقيدة والمشاركة الفعلية الحقيقية بالعداء للعروبة والإسلام. إذن من العدو الأساسي؟ هو من يشهد أن لا إله إلا الله بحق ومن ينتمي إلى قوميته العربية. هذا المشروع هذا هو الركيزة، وإلا لو كان إيران مشروعا دينيا مذهبيا لكان الأولى بها أن تذهب إلى ليس إلى المناطق العربية بل تذهب إلى المناطق الأخرى التي هي أيضا كلها سنية باكستان سنية. لكن النشاط الأساسي والتركيز الأساسي لإيران هو هذا استعادة ما يسمى الدولة الفارسية والإمبراطورية الفارسية. ولكن نقول لهم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى لا كسرى بعد كسرى، وإذا هلك قيصر لا قيصر بعد قيصر. وهذا وعد رسول الله عليه الصلاة والسلام آتٍ ومحقق بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن شوف التعاون الأمريكي الإيراني المعلن الآن والواضح في العراق أنه أمريكا تريد إيران أن تكون لها السطوة في العراق، وبالتالي دعمتها عسكريا، دعمتها من خلال الميليشيات. الجيش الذي أسسته أمريكا هو جيش ميليشياوي من العناصر التي ليس لها عقيدة عسكرية، ومن ثم دعمتها من خلال دعم الميليشيات التي تدعي زورا مقاومة المحتل الأمريكي الآن. هذا هو هاي حقيقة المستفيد. المستفيد على الأرض من استهدف مناطق المقاومة العراقية للانتقام منها. لاحظ أن أمريكا عندما أتت بداعش ودعمت وجودها باتفاق مع الذين أخرجوا من السجون ومن غيرها لكي تقوم بتدمير هذه المناطق التي أذلها أمريكا، وهذا واضح. أما الذين يدعون مقاومة الأمريكان الآن نسألهم سؤال واحد: لماذا لم تطلقوا سراح المقاومين للأمريكان الذين اعتقلتهم القوات الأمريكية وسلمتها إلى الحكومة الحالية؟ لماذا يقتلون لحد الآن مقابعين في السجون؟ الذي يدعي مقاومة الاحتلال الأمريكي هم كانوا أدوات مع الاحتلال الأمريكي لقتل العراقيين ولا زالوا. إذا ليست هناك نية حقيقية أو مشروع حقيقي لمقاتلة الأمريكان أو خارج الأمريكان. هذا الكلام دعاية إعلامية نسمعها يوميا، كلها زيف وكذب، لأنه الأرض موجودة والتاريخ ليس بعيد، والذين قاوموا المحتل لا زالوا يخضعون في السجون. النقطة الأخرى إعطاء الحشد اللي يكون ليس طائفيا إظهارا قانونيا أو غطاء عن طريق الاعتراف به كقوة، والآن أسسوا له مؤسسات هندسية وشركات ودعم بالميزانية، وهو حقيقة لا يرتبط لا بوزارة الدفاع ولا يرتبط في القائد العام للقوات المسلحة، والأمر ليس بيد القائد القوات المسلحة أيا كان أمرهم، يأتي من إيران. وهم أعلنوا بصراحة وبوضوح أنهم ينتمون لإيران والأوامر تأتي من إيران، وإلا إذا استطيع أحد يصالح القيادة أو غيره يقول لماذا لم تستطيع الحكومة الدخول لأجل الصخر لحد الآن. شكرا جزيلا دكتور هلال الدليمي الباحث السياسي، ونشكرك شكرا جزيلا أستاذ الشمري رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وسط أوروبا، وشكر أيضا للأستاذ عبد القادر النايل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي ضيفي عبر سكاي. نشكر لكم طيب المتابعة مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.